بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي الأعزاء متابعي ومشاهدي القناة. في هذا الفيديو سأحدثكم عن حجر هو من أغلى أحجار المجوهرات وأكثرها ثمنا، يسمى هذا الحجر بالألكسندريت. أنتم الآن تشاهدون صورا لأحجار خام من الألكسندريت بأشكال مختلفة وألوان مختلفة ومتنوعة. الألكسندريت تم اكتشافه حديثا نسبيا في جبال الأورال بروسيا، ويتميز بألوان متميزة وخاصية مميزة في تغيير اللون حسب شدة ونوع الإضاءة وحسب زاوية تعرضه للضوء. يمكن أن يتغير لونه من الأزرق المخضر إلى الأصفر المخضر وإلى الوردي والأحمر. يستخرج الألكسندريت من جبال الأورال بروسيا، وحديثا وجد في البرازيل وتنزانيا، وبالتالي أصبح هذا الحجر أكثر توافرا في الأسواق. يمكن أن يأتي الألكسندريت بألوان الأزرق والأحمر والأخضر واللون الأصفر والوردي والبنفسجي واللون الرمادي، ويمكن أن يأتي متعدد الألوان. بالنسبة للأسعار، يمكن أن تصل للون الأخضر إلى 20,000 دولار للقيراط، وإلى 35,000 دولار لأحجار من وزن 1 إلى 2 قيراط. وكلما تضاعف الوزن يتضاعف السعر مرة ونصف، أي أن الأحجار التي بوزن 2 إلى 5 قيراط يمكن أن يصل سعر القيراط إلى 50,000 دولار. كما قلت لكم، يمكن أن يصل السعر للأحجار التي تزيد عن 5 قراريط إلى 50,000 دولار أو أكثر. أنتم الآن تشاهدون صورا لأحجار من الألكسندريت تم قصها وتشكيلها وصقلها بتصاميم وأشكال متنوعة ومختلفة وألوان متنوعة ومختلفة. يمكننا تمييز أحجار الألكسندريت من خلال معرفة كثافة الحجر التي تتراوح من 3.70 ولغاية 3.78. كما يمكننا معرفة الألكسندريت من خلال معرفة قساوته، إذ أنه يتمتع بقساوة تصل إلى 8.5 درجات على مقياس موس، فهو بذلك أكبر قساوة من التوباز التي تبلغ درجة قساوته 8 درجات على مقياس موس، وأقل قساوة من الزفير والياقوت التي تبلغ قساوتهما 9 درجات على مقياس موس. لذلك يمكن للألكسندريت خدش التوباز، في حين لا يمكن للألكسندريت خدش الزفير والياقوت، وبالعكس يمكن للزفير والياقوت خدج الألكسندريت لأنهما أكثر قساوة. في نهاية هذا المقطع، أرجو أن يكون المقطع قد حاز على إعجابكم. إذا أعجبكم المقطع، أرجو الضغط على إشارة لايك وسبسكرايب للاشتراك في القناة لمتابعة كل ما هو جديد لنا من مقاطع، وأيضا لمتابعة مقاطعنا القديمة، وكذلك لتشجيعنا على بذل المزيد من الجهد. إلى أن نلتقي في مقاطع أخرى، بأمان الله وحفظه، أستودعكم والسلام عليكم.